الو، اتفضل ألو ألو أستاذ وليد، حضرتك. عندنا سؤال، ألو عندنا سؤال. ايوه بسمعك ان شاء الله. عندنا سؤال الا وهو: لماذا علي بن ابي طالب لم يقدم كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب؟ ليش ما قدم؟ قدم، لا، ما قدم. لا قدم، هون قاري كتابه، قدم بوايق، قدم. طب اتفضل اقرا لنا الروايه اللي فيها قدم. هذا عندي كتاب، في كتاب سلام سليم كتاب بن سليم قيس، بن كلام قيس، رسول الله هناك بعد اجماع قول من عمر. علمائك انه لا يصح اصلا، ابعد عنه. يلا حاجه تانية. شلون تقول؟ اسمع، انت مو بكيفك تقول لي هاي الروايه صحيحه او ما صحيحه. احنا كتاب حضرتك لسليم انت بن قيس ناخذ الروايات الكتاب كله مكذوب، علمائك قالوا ان الكتاب لا كله ما مكذوب، الخوئي على الغضائري على الحلي، علمائك قالوا ان هو مكذوب. خلاص فوت سليم بن قيس عشان ما نعودش نحكي لك، ارجع على الحلقه اللي شوف فاتت وليد، هتلاقي انت احنا اتكلمنا فيه. ها غيره؟ اي هذا الكلام انت ما تقبله، هاي شو اسوي لك؟ ديني تتقبل بيه غصبا ما عليك، خلاص زين غصب ولا عني، غصب عني هقبل بيه، ما فيش مشكله. اتفضل كده بس عشان نشوف غصب يلا في عني مويه، كده، ما فيش يلا مشكله، يلا، باي 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 حاضر من عينيا الاثنين. باي هو مش باي باي. غصب عني يبقى لازم اقبل بيه؟ طبعا غصب عني اقبل بيه. ايوه، استنى بس، هذا استنى ديني، انت استنى بس حاسس انه استنى ديني. استنى استنى اسمع كده حبيبي. أول أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم أو ليس كتاب سليم؟ قلنا لا يوجد أي دليل على أن هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث أول أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم أو ليس كتاب سليم؟ قلنا لا يوجد أي دليل على أن هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث الثاني، الأستاذ اللي بيتكلم ده شيعي ولا سني؟ كمال الحيدر يعرفه، ليش ما تكمل كلامه؟ اكمل لك كلام، حاضر من عينيا الاثنين، يعني هو تكمل الكلام وهي اللي فيها مشكله، نكمل كلامه ان شاء الله. اتفضل. لو تنزلنا وقلنا ان هذا الكتاب هو كتاب شنو؟ ها؟ كتاب السليم، هل يوجد سند صحيح لهذا الكتاب او لا يوجد؟ اذا اعزائي لا تخلطوا بين الامرين. الأمر الأول أنه ما الدليل على أن هذا النسخة اللي بأيدينا؟ ما تسمع يا ابني، أنت مش بتقول كمل، بكمل لك. سامع الحكي هذا؟ أيوه أنا سامع عايز، سامع. لا أنا عايز أعرفه، أن أنا عايز كمال الحيدر والخوئي دول من إثنى عشرية ولا مين؟ أي بس أنت اسمع، شيلوا أنا بس كمال الحيدري، سؤال بس بسيط، هل كمال الحيدري والخوئي إثنى عشرية أم لا؟ مو انت اذا جاوبك حتقطع الاتصال مثل كل مره اتصال، خليني يا اكمل استاذ. حكي. انا ليش ما بسالك تخليني؟ سؤال، جاوبني على قد السؤال. هل الكمال الحيدري حجاوبك والخوئي هل هم اثنى اجاوبك عشرية بس ام ما لا؟ تقطع الاتصال. اتفضل بس جاوبني. اثنى عشرية، وارجوك لا تقطع الاتصال، خليني اكمل حكي. لا مش هخليك تكمل. ليه اكمل؟ بقى؟ ليه مش هخليك تكمل؟ شوف لان انت بتقول لي شوف لابد غصب عنك تقبل. طب انا اسمع كلامك انت المجهول ولا اسمع كلام علمائك؟ سؤال، اسمع مو انت ما كلامك انت تخليني ولا اسمع اكمل كلام كلامي، علمائك؟ ما تخليني اكمل كلامي. انت قاعد تدلس على كمال الحيدري، هسه تدليس واضح. طب قول لي دلست عليه في ايه؟ ليش ما تخليني اكمل كلامي؟ اقول لي دلست عليه في ايه؟ اتفضل. كمال الحيدري يقول في كتاب سليم بن قيس ناخذ بالروايات التي تشابه الروايات المرويه عندنا في الكتب. جميل فكتب قوي، يبقى في، اسمعني بس رزية اسمعني الخميس. اسمعني، انا همشي معاك يا عم والله، مع انه ما قالش الكلام ده. انا همشي معاك. لا وان احنا اسمعني قال بس مستعد اسمعني اجيب يالك. اسمعني اسمعني، هات الروايه، مستعد اجيب معلش يالك. واحده واحده، هات الروايه الشبيهه من كتبك للروايه اللي انت هتقراها من سليم بن قيس. يلا هي كتب روايات رزية الخميس كلها مشابهه لهذه الروايه، يا استاذ هات وعندنا من روايات. كتبك، معلش هات من الكتب بتاعتك لو سمحت، هات من الكتب بتاعتك المشابه لرزية الخميس اللي موجوده في كتاب سليم بن قيس. أول شيء روايات رزية الخميس موجودة، المضمون المكتوب يا في رزية أستاذ الخميس أنا في كتاب كلامي لو سمحت عربي. اتفضل، اركن سليم بن قيس ده، اركن سليم بن قيس ده وهات الرواية من مكان تاني غير سليم بن قيس. اتفضل اسمعني شيخ وليد،
يا عم مضمون كلام سليم ابن قيس في هذه الرواية موجود في روايات أخرى. هات بقى الروايات الأخرى، هات لي الروايات الأخرى عشان أثبت لك ضعفها كمان. يلا تفضل. أي يعني هذا سيدي يقول لك على المذكور في هذه الرواية أسماء الأئمة عليهم السلام. يا إذا تروح عندنا أكثر من 100 رواية مذكور فيها أسماء لو سمحت هات الروايات الأخرى عشان أثبت لك كمان أنها ضعيفة. من يثبت لي ضعيفة؟ أنا أيوة أنا اللي هثبت لك. شيء غريب. روح يالا الحمير ما لهمش لازمة هنا. الغبي ده غبي، هعمل له ايه غبي. الو الو تفضل. الو الو شيخ وليد، دزيت لك هذا المقطع مال كمال الحيدري، سمعته؟ لا ما سمعته، تفضل شغله. اذا شغله يبين الصوت بالله. تفضل شغله، حط السماعه عليه، حط السماعه على بقه. تسمع؟ بيقول ايه؟ الو ما قاعد تسمع؟ والله ما سمع حاجه، انت شغلت حاجه عشان اسمع. مو المشكله عندي موبايل واحد يعني من الشغله شلون؟ بص هقول لك حاجه، زين اعطيك عنوان المحاضره اللي طالعه؟ هقول لك حاجه. بيقول ايه كمال الحيدري؟ بيقول ايه كمال الحيدري؟ رأيي في روايات كتاب سليم بن قيس، بس أيوة. اكتب هذا باليوتيوب فيديو دقيقتين. لا لا بيقول ايه، قول لي بس انت بيقول ايه. يقول انا اخذ بالروايات التي بها شواهد روائيه وقرآني. الحمد لله رب العالمين. يبقى هو ما بياخذ هو ما بياخذ من سليم بن قيس عشان هو سليم بن قيس، هو بياخذ من بالروايات التي تشابه روايات اخرى موجوده في كتب اخرى للشيعة، صح؟ فهمت انا غلط ولا فهمت صح؟ شواهد روائيه. ايوه فهمت صح ولا ما فهمت صح؟ انا بقى اتفضل هات لي انت الشواهد، هات لي الشواهد من الكتب بتاعتك اتفضل. هسه مثلا عندك هاي الروايه اتفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اقرأ بالسند يا أستاذ، اقرأ بالسند، اقرأ بالسند لو سمحت بالسند. في كتاب الكفاية علي بن حسن بن محمد عن التعل، شنو هذا اسمه؟ التل عكبري عن عيسى بن موسى الهاشمي بسر من رأى قال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عن أبيه علي عليه السلام قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. تسمعني؟ ها تسمعني؟ أيوة اسمعك تفضل تفضل. أي في بيت أم سلم وقد نزلت عليه هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي هذه الآية نزلت فيك. ما هي الأهبل يا ما هي الأهبل يا مشي يالا مشي يالا وهش يالا وكش يالا، واحنا موضوعنا تطهير ولا موضوعنا زيد الخميس؟ يا الناس دي بتفهم بايه؟ مش هو ده اللي انا قلت له راسك راس حمار من شويه؟ مش ده اللي انا قلت له راسك راس حمار؟ صح هو صح هو. لا اله الا الله، يا الناس دي ما بتفهمش إيه؟